السلام عليكم نجا من معسكر تجنيد في الحدود السعوديه في شهر نوفمبر الماضي وتحدث هو ووالده عن معاناتهم في تلك التجربه وكيف تعرض للتضليل والاستدراج ثم عاد ليكون قريبا من ابيه وامه لكن اشهرا قليله مرت حتى لحقه مسلحان يستقلان دراجه ناريه وارداه قتيلا في الطريق بين جبل صبر ومدينه تعز قصة الطفل المغدور أحمد محمد النقيب يحكيها والده ووالدته في الفيلم التالي نتابعه ثم نعود أحمد هو الولد الثالث من أبنائي وكان هو الدينامو المحرك حق البيت وكانت دائما ابتسامته عريضة دائما مبتسم أينما تلقاه تراه مبتسم ولكن مهما كان يعنيني فهو ابني فهو فلدته كبدي فهو ذراعي فهو يعني دمه المسفوك دمي و... ولكن اما اوامر ربانيه واجله محدود يعني عمرك يا ابن ادم ساعه ابتداء وساعه انتهاء والله اشكو سبعا كل اقدر أنا أما اقدر اكل وانا متخيل الموقف كل ساعه ارجع من فراشة كل ساعه يا احمد ارجع يا احمد ارجع ونادي على ابوه قل له قل له يرجع ما فلوس ما حاجه اوفر كل حاجه الحمد لله ما بني يكون بعيد عليا شتو دائما يكون بقربي لانه احمد كان سندي دائما واصل مطيعني اي امر امر يقول لبيك يا امه لا يعصيني في حاجه فكان عندما خرج من البيت حسوا كفرها كثير فلما رجعكم كفرها فرح شديد كنت دائما أعاتب وأقول له احمد كيف هنا تخرج من البيت وانا جالس ابكي عليك كان دائما لما اقول له كلمه يستحي مني خلاص ويقول يما خلاص ما عاد مره ثانيه فعندما حان الموت حان الموت وقال تعددت الاسباب والموت واحد ونحن راضون مسترضون ولكن حقه لن يضيع حقه لن يضيع ويجب يعني ان شاء الله انه لن يضيع وسنقف يعني بالمرصاد لمن قاموا بهذا الفعل الشنيع مسافر البقع كيف المرحلة اللي مرت فيها؟ كانت عشرة أيام مسافر البقع وكانت أيام عصيبة علي وعلى أمي وكنت أناشده عبر التلفون وأناشده عبر الواتس وأطلب منه العودة ولكن عندما اتضح أنه تم خداعه هو أنهم قالوا له يعني سيعمل في المطبخ ثم عندما وصل إلى هناك قالوا أنه ما عبوش مطبخ ما عبوش لقبها ثم ملأت العالم ضقيق ومقالات عبر الفيسبوك ومناشدات عبر القنوات وعدم البقع وكنا خافين عليه من الموت ولكن الموت أدركه هنا الحمد لله على كل حال ولكن كان هناك مقتله كان غريبا جدا خرج والله من نبيت الصباح قال لي اشتغل هنا مع عمه بعدين طلع اشتغل قبل الظهر يعني أول آخر مرة فارقته الساعة ثمان ونص تقريبا وصل لعندي قال كله أنا أنت أحمد قال صلوك فقري يا أمه وخرجوا اصطبحكوا مع واحد صاحبي والآن سيخرج مع عمي أشتغل بعدين ما رجعش لعندي قبل حوالي الساعة 11 ونص أو تقريبا شوية أجا واحد يصيح قال لي أحمد تصور كان ابني متجها نحو المنزل و وهم متجهين باتجاه المدينة ثم عندما التقوا به ابني طالع وهم نازلين فتم اللحق به يعني معنى انه صاحب الموتور قام بالرجوع بدلا ما كان باتجاه المدينه رجع باتجاه الجبل وتم ملاحقه ابنه ثم اطلق عليه عيارا ناريا فارداه في الراس. انا بسرعه يعني فجاه امك أقيم ابوه له اقول الذي ينادي ماذا حصل لاحمد موقع له مو قريع له أين تصواب بأي مكان ولا يرد علي، قام الأب بسرعة ويخرج لخارج يقول لهم الذي حصل لأحمدين وقالوا هل أحمد مات لأحمد وهو لا يرد علينا يقول له بس اطلع بسرعة، أنا واقف أمام الباب زعق أقول أنا وأحمدين خرجنا يقولوا لي خلاص أحمد انتهي يعني عشر دقائق أحمد فارق العاي <applause> مشي عاد ونزل <applause> والبنات هم معروفين. ولا ندري الدوافع الحقيقيه ولكن السؤال الاهم لماذا هؤلاء يحملون السلاح؟ من قاموا باطلاق النار على ابني ليسوا من الجيش الوطني ولا من الشرطه ولا ينتمون الى اي فصيل ولكن لماذا هم مسلحون؟ لماذا بدا الان السلاح ينتشر في قبل صفين؟ هناك يعني عوامل مريبه تدعو الى القلق والى الريبة لماذا هؤلاء الشباب يعني مظاهر التسلح عادت لانه كان الامر مقتصر ان السلاح في الجيش الوطني فقط لا غير اما الان ارى ان السلاح بدا ينتشر في مع الفتيان مع الصبيه مع حديثين السن ما كنتش متوقع هذا الموقف كنت كن دائما اقول لأحمد احرص على نفسك احرص على الصحبه الصالحه احرص على الرفقه الصالحه ما تجزعش بعد الناس اللي يحملوا سلاح ما تجزعش بعد الناس الذي ما يصلوش ما تجزعش بعد الناس الذي خالطوا يعني اشخاص مش ملاح دائما كن على صلاه الفجر يوصل من الصلاه قل ابني هل صليك هل عملك دائما أوصوا بالاشياء الحسنه وقل له يا محمد خلي نفسك مع الله ربي يكون معك يا ابني وابو دائما كان يحرضهم يقول لهم يا عيالي انا اتمنى لكم الشهاده ما اتمنى لكم تخرجوا باي حاجه غيري الشهاده هي اخر حاجه الذي واحد يتمنى له لكن لما تكونك يا ابني تخرج ما تعرف اين تولي دائما كنا نحرسهم نعلمهم نقول لهم يا عيالي حافظوا على الصلاه يا عيالي حافظوا على الرفق الصالحة الذي تعينكم على العمل الصالح والحمد لله على كل حال السلاح منفلت وعندما السلاح منفلت وهذا هو من ظواهر يعني انتشار السلاح لانه السلاح والمسلحين بحاجه الى عقل اما ان تزرع يعني ان تعطي قنبله الى يد طفل يلعب بها ماذا سيفعل؟ سينفجر وهذه القنبلة كذلك السلاح عندما يكون السلاح بيد أشخاص منفلتين يعني طائشين متهورين قد يستخدمون السلاح بطريقة رعنة مما يؤدي إلى أنه هذا السلاح يؤدي إلى كوارث والكوارث وما حل بي أنا وبأم أحمد كارثة كارثة عظيمة وخاصة عندما تكون يعني نائما فوق الفراش ثم آتي إليك أقول لك ابنك قد ما إصابته إصابة بليغة في الرأس فاجعة كبيرة ولكن الحمد لله الحمد لله على ما أعطاه والحمد لله على ما أخذ وإن لله وإنا إليه راجعون دائما ما يحمل سلاح أبدا أحمد ولا احنا نرضي لعيالنا إن يحملوا سلاح كان دائما لو جاي يمسك سلاح نيوبن يقول لابني ما تعود على حمل السلاح عود على القرآن عوديدك على الصلاة وديك على الذكر الاستغفار لكن السلاح هذا قلنا لابني لا لأن الشيطان دائما بعد السلاح فكان دائما اي حاجه لو جاي يمسك السلاح انا اقول له يا ابني ممنوع تمسك السلاح ولله الحمد كان دائما السلاح ولا يرضي يدحره لو كان مع الشرعيه ويقاتل مع الشرعيه كان يعني له الشراك ولكن ان يعني رصاصه غادره من الخلف يصيبه يلاحقونه يعني نعسف والا فقدنا الكثير فقدنا الكثير مع مع الجيش الوطني وفقدنا كثير من الشهداء من الاقرباء من الاصدقاء من اهل المحله وكان لنا الشرف ان نكون يعني درع حصين لتعز ضد الهمج الذين اتوا من الكهوف لا لا سبحان الله لو كان بمعارك او حاجه مش نفس الموقف هذا لانه معارك قهو بمعركه او سبحان الله لو كان قذيفه او بوق الناس او كانت تكون متوقع حاجه لكن أذكر لما يكون يمشي وما تزهد له قالوا لك ابنك يعني سبحان الله واحد قتله كيف قتله على مموه السبب هي ذي الذي تخلي واحد يحرق أنا أقول حسبي الله ونعم الوكيل عليهم هذا الذي قدر أقوله أطالبهم هذه ظاهرة حمل السلاح يمنع من عن تمان لأني تشل دائما فلدة كبدك أحب الناس لك دائما تشله وثانيا إني يعني عادة بعد عادة واحد بعد واحد يقتل وما كان إحنا نفس العادة ونكرر نفس الخطأ ونفس الخطأ ثانيا يحمل السلاح إنسان يكون عاقل ما يلقنش السلاح على اي واحد قدامه لا بموقف يكون يعني معركه بموقف ما مع عدو يحمل السلاح مش اي واحد يلقطه بالشارع وخط عمر على السلاح هذا ما هيش عاده حسنه تقتل دائما وقد تعرضنا هنا بحقنا القرية لاكثر من واحد نفس العاده يعني يكون هو صاحبه وقتله يعمل على السلاح وقتله ودائما وحنا نحارب هذه الظاهره ونحارب ودائما احنا نوصي اولادنا نقول لهم يا عيالي ما تمنعوش والحمد لله ان كانوا عيالي ما يحملوا سلاح ان شاء الله ولا يحملوا سلاح وجه رسالة إلى السلطات المحلية وإلى الأجهزة الأمنية في تعز بأن أرواح الناس أمانة بين أعناقكم وابني قد ذهب ولن يعود وهدفي هو الحفاظ على بقية أبنائنا أمن المواطن من أمنكم والسلاح يجب أن لا يكون إلا في يد الجيش الوطني والقوات الشرطة والقوات التابعة للجيش أما السلاح في يد المواطن في يد العامة في يد المرأة لا يجوز ويجب على السلطات الرسمية أن تقوم بالواجب للحفاظ على هذا الأمر والحفاظ على أن يكون السلاح لا يكون إلا بيد الجيش الوطني فقط وهذا هو طلبي من السلطة حادث جنائي خطا غير مقصود او جريمه منظمه ايا تكن ملابسات هذه القضيه التي لا نريد الخوض فيها قبل ان يقول القضاء كلمته الا ان من الواضح تماما ان السلاح المنفلت هو السبب المساعد ان لم يكن الرئيسي لتكرار سقوط الضحايا المدنيين قبل اسبوعين كنا نتحدث عن طفلة قتلت بسلاح منفلت يحمله جنود ينتمون للمؤسسة العسكرية وهذا الاسبوع نتحدث عن طفل قتله مسلحون لا ينتمون لاي مؤسسة لا عسكرية ولا امنيه لماذا يحملون السلاح ويتجولون به في الشوارع ما دور نقاط التفتيش والاجهزة الامنية التي تشاهد هذه المناظر دون رد فعل بل تنتظر لحين حدوث الجريمه لتباشر ادوارا هزيله لا تليق بها ولا بتضحيات ابناء تعز الذين قدموا الغالي والنفيس في سبيل تثبيت حكم السلطه الشرعيه والقانون. مشاهدينا الكرام للحديث عن موضوع السلاح المنفلت وتكرار حوادث الاعتداء في مدينه تعز ومنها ينضم الينا المحامي والناشط الحقوقي علي الصراري. مرحبا بك سيد علي. اسعد الله بالخير اوقاتكم نعم اهلا قناه لا, لا يكاد يمر اسبوع دون سقوط ضحايا مدنيين في مدينه تعز لهذه الحرب قبل اسبوعين تحدثنا عن الطفله نوران مجيب اليوم احمد النقيب وهو طفل اخر ايضا وكلاهما قتل بسلاح منفلت يبدو ان المدنيين لم يعودوا فقط هدفا لقناصه والحوثيين ومدافعهم بل صاروا ايضا اهدافا للاسلحه المنفلته اسلحه السفهاء والمتهورين الذين يتجولون بها داخل المدينه وفي احيائها وضواحيها ايضا كيف تعلق على هذا الوضع سيد علي؟ اولا شكرا قناه بلقيس بالنسبه للسلاح المنفلت الذي اصبح في ايادي المراهقين هذا يعتبر جريمه ويعتبر انفلات غير مسبوق اصبحنا كناشطين حقوقيين نقوم برصد وتوثيق هذه الجرائم واعمال القتل التي تتم من خلال هؤلاء الذين يحملون الاسلحه في ويتجولون في وسط المدينه نرصدها اكثر من القذائف التي تتساقط على محافظه تعز. مع العلم ان القانون قانون تنظيم حمل الاسلحه جرم وحظر مثل هذه الافعال. نعم. مثلا القانون رقم 40 لتنظيم حمل الاسلحه الناريه والذخائر والاتجار بها. وعرف بان السلاح كله هو كل سلاح ناري شخصي مهما كان نوعه وكل جزء منه او قطعه من قطع غياره ويشمل البنادق والبنادق الاليه والمسدسات وبنادق الصيد. القانون يحظر حيازه الاسلحه والتجول بها وسط المدينه. مع الاسف الشديد الان نشاهد شباب مراهقين اقل من 18 عام والذين منع حتى القانون ان يصدر لهم تصريح أن يصدر لهم أن يصدر لهم تصريح أو يمنحوا تصريح من أجل حمل السلاح، وإذا صدر لهم تصريح مثلاً فيسحب منهم ذلك التصريح أول ما يقع منهم فعل مجرم لا يسمح لا يسمح القانون. دون الثامنة عشرة حتى سيد علي حتى اعتداء. حتى بقيادة السيارة لا يسمح لـ لـ للناس بقيادتها دون السن القانونية سنة نعم الثامنة عشرة لذلك بعد كل قضية لذلك سيد لذلك علي ذكره القانون، نعم. لذلك تفضل أكمل نعم إذا آه آه لذلك ذكره القانون وحدده في آه في قانون تنظيم الاسلحه، نعم ذكره وحرمه وجرمه وجرم آه حتى منح الترخيص لهؤلاء اللي هم اقل من 18 عام. نعم. بعد كل قضيه راي عام تتوالى الوعود من المسؤولين والجهات ايضا المختصه بالقبض على المتهمين وتسليمهم وتمر الايام دون ان يمثل احد، حتى اولئك الذين سلموا انفسهم للسلطات آه يبقون في السجن. أو ربما يتسربون منه كما حدث أيضاً في هذه القضية. برأيك أين يكمن الخلل؟ في محافظة تعز عادت النيابة لأعمالها وعادت المؤسسات مؤسسة الدولة والمؤسسة القضائية لأعمالها. لكن هناك بطء بطء شديد في اتخاذ الاجراءات والقبض على المجرمين آه انا احضر جلسات في المحاكم واشاهد هناك جلسات لكنها بسيطه جدا يفترض ان تعلن حاله الطوارئ في النظر في مثل هذه القضايا آه والبت فيها والحكم فيها باقصى العقوبه حتى يرتدع الاخرين هناك استهتار سيدي آه العزيز استهتار غير مسبوق في محافظه تعز التي تستنكر وجود مثل هؤلاء المسلحين في في الاسواق وفي الشوارع وفي حتى في اماكن القات في أه حتى في أه قريبه من المدارس مما يعرض أبناءنا الاطفال والطلاب والماره والمتسوقين أه للخطر على آه ذكر على ذكر هذه النوعيات سيد علي اصبحت ثقافه على السلاح على, على ذكر يعني الـ الـ يعني الضحايا الذين عدتهم أنت أيضا استمعت لشهادات عدد من ذوي الضحايا، هل هناك نمط معين للضحايا يقعون ضحية لهذا النوع من القتل وهو القتل بسبب الانفلات في حمل السلاح والانفلات الأمني عموما، هل هناك نمط معين أطفال، نساء بالضبط يعني من هم الضحايا الأبرز؟ هناك أطفال طلاب مدارس وقد سقطوا بسبب هؤلاء الذين يحملون السلاح ومعظمهم لا ينتمون للجيش الوطني ولا للمقاومه يعني هناك مصطلح يطلق عليهم في محاولة تعز المفصع في داخل تعز المراهقون يعني المراهقون يفهم الساده النساء. المشاهدين نعم 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 هو المراهق الذي يحمل السلاح والذي لا يستطيع ان يتحكم بغضبه بمجرد مشاده بسيطه نعم. يقوم باطلاق النار والمشكله هناك ضحايا من الماره هناك سائقي الدراجه الناريه مثلا سائقي العربات من هناك من اصحاب البسطات والبائع الباعه المتجولون من سقطوا بهذه الرصاص رصاص الانفلات اعتقد انه انفلات نعم. الى ان يتم ضبطهم آه يعني ستتخلص تعز من آه هذه الافه آه هل هناك من هل هناك تعز تعاني الان تعاني لا تعاني من, من هل هناك مستفيدون من استمرار هذه الظاهره آه هكذا مطلقه ودون رادع؟ آه نعرف ان آه دعنا نقول لا شيء يحدث في تعز مصادفه من, من سيستفيد مصادفة سوى تجار السلاح؟ من سيستفيد سوى تجار السلاح او من يتمنون لتعز في ان تبقى الفوضى منتشره فيها هناك من المشائخ مع الأسف الشديد يعني يرافقوهم من هؤلاء الذين يحملون السلاح ولا ينتمون للمؤسسة العسكرية ويقومون بالتهجم تارة على أصحاب بسطات وتارة على أصحاب أراضي وتارة على أصحاب محلات مثل ما حصل مع الطفلة نوران مجيب الزغروري هم في خصومة مع صاحب المحطة وقاموا بإطلاق النار على صاحب المحطة والضحية هي الطفلة المرة نعم. انتشار السلاح وإطلاق النار وبشكل المارة نعم وبشكل مرعب إطلاق النار بشكل مرعب في الأعراس سيدي الكريم في الأعراس صدقنا أن كل إمرأة وكل موقوع في محافظة تعز يدعون على أهل العرس نعم. على أهالي العريس أهالي العروس عندما يستمعون إلى إطلاق النار بذلك الشكل المرعب والمخيف اقسم بالله انه كانه هجوم حوثي عنيف عندما نسمع ذلك في الاعراس أمر, امر محزن أن, أن, هذا ان يتم لشنه المجتمع هل يعقل ان يتم العرس بهذه الفضاعة صحيح هل من المعقول ان يتم عرس بهذه الفضاعة وهناك من سقط يعني قتيلا او ضحيه بالرصاص الراقي بالرصاص وهناك الراجع. اعداد كبيره نعم. مرصوده وموثقه حالاتهم نعم سيد علي هل هناك منطقه معينه في المدينه تعاني من من هذا الانفلات من السلاح المنفلت من هؤلاء المفصعين كما يطلق عليهم الناس ام ان البلاء يعني انتشر في احياء المدينه وضواحيها نعم سيدي آه الإجابة هي في نفس السؤال البلاء انتشر في كل مناطق المدينة وفي كل شبر وخاصة في المناطق المستحمة آه في مناطق القات محل ما يبيعون القات هناك آه تتفاجا بمن يطلقون النار آه على مثلا على إما على بائع أو إما على غريم من لديه غريم آه قام بتصفيته في سوق القات أو في آه المناطق المستحمة يعني. آه السكان أو المناطق المستحمة ب ايوه بمحله التجاره ايوه اذا على هنا هنا نحمل اللجنه الامنيه المسؤوليه هي قامت بواجب عظيم وضبطت لكن نسبيا تظل المساله يعني ضعيفه نقول لانها لم تتم بالشكل المطلوب وكما يتمناه مواطن محافظه تعز نحن تعودنا في محافظه تعز بان المواطن لا يحمل حتى خنجرا ما بالك الان من يحمل المسدس والالي في الاعراس وفي حتى في اوقات النزهه حتى من خرج مع الاسف وهو واسرته يعني الصور, الصور تصل هناك من, آه من يتمنطق يحمل سيد علي يحمل سلاحاً. هناك من يتمنطق ايضا الار بي جي في ازقه تعز كما تظهر كثير من الصور آه أسأل هنا عن دور النيابه العامه و أنتم قلتم أنها عادت للعمل في في المحافظة والمدينة هل هو عجز بسبب الحرب ويعني يعيق أداء عملها أم أن هناك نوع من التقصير والإهمال يمكن إرشاد المسؤولين هو ليس هو ليس عجزا هو ليس عجز هو ليس عجزا ولكن قد يكون هناك بطئا في في رفع الدعاوى الجنائيه في لا. مثل هذا الجانب وهناك تخوفا من المواطنين انفسهم ومن الضحايا انفسهم عندما يقومون برفع دعوه على مثلا قاتل من هذا النوع من يحمل السلاح خوفا من تكرار اطلاق النار عليه على وبشكل متعمد ومقصود اذا كان في المره الاولى مثلا بالخطا سيتعم ايوه سيستهدفه بالمره اذا لم يتم معالجه هذه المسائل جذريا يعني ستقدر ثقافه حمل السلاح في محافظه تعز ونحن قمنا بثوره ضد مثل هذه المظاهر ومثل هذه العادات والتقاليد السيئه الدخيله على مجتمعنا في محافظه تعز النيابه النيابه العامه عليها ان تباشر ان تباشر في النظر بمثل هذه القضايا فأعضاء النيابة متواجدون وأعضاء السلك القضائي متواجدون والمحاكم تنظر الدعاوي عليها أن تبت وأن تسرع عمليات التقاضي وأن تصدر أحكام رادعة في في مثل لا. على مثل هؤلاء المستهترين كونهم متعمدين أنا لا أراها أنها أنه قتل خطأ أو إصابة خطأ ولكنه لا. تعمد من يطلق النار في أماكن مزدحمة عليه أن ان يتوقع بانه سيسقط هناك ضحايا من المواطنين صحيح فهو في مكان مزدحم في لذلك تماما لذلك نحمله ونقول بانه متعمد في قتل النفس البشريه خاصه كما آه. تقول سيد علي انه يعني بعد وقوع الضحيه لصاحب هذا السلاح المنفلت ويدعي ان الامر تم بالخطا اذا ما لجأ ذوي الضحيه الى القضاء يقوم باستهدافهم بدعوى انه يعني لا ادري يعني ما الذي يمكن توصيفه هذا دليل على ان تهديم. ان هناك نعم. استهداف هناك في المره الاولى في وفي الثانيه يعني نعم طيب. فهناك قضايا منظوره مثلا امام النيابه وامام المحاكم فاذا ما لجا المواطن او الضحيه الى هذه السلطات يجد من التهديد المستمر ومن قبل هؤلاء العصابات انا اسميهم عصابات نعم وعلى الجيش الوطني والمقاومه ان تميز افرادها باللباس العسكري ولباس الجيش حتى نستطيع أو تستطيع الجهات الأمنية أن تتعامل مع هؤلاء المسلحين في المدينة والحال هكذا سيد علي كيف يمكن للضحايا توثيق قضاياهم ومقاضاة المتهمين وحفظ حقوقهم في التعويض مستقبلا الضحية عندما يرى بأن السلطات القضائية قامت بواجبها سيلتقي فعلا إلى القضاء وهو, وهو آمن آه لن يتخوف من اللجوء الى القضاء طالما هناك احكاما رادعه واجراءات آه رادعه في آه هؤلاء المجرمين وهؤلاء آه آه الذين يحملون الاسلحه في ازقه وشوارع المدينه. نعم. آه عندما تصدر احكام آه بالسجن او العقوبه المشدده آه لا نكتفي بالغرامه. هو مستعد هذا اللي يطلق النار ان يدفع الغرامه مستعد ان يدفع الديه. مستعد صحيح. ان يدفع الدية وهناك مساومات في دفع الديات، لكن ما الفائده عندما تذهب الارواح والدية موجوده؟ آه لن لن تتوقف هذه الاعمال طالما هناك دفع للديات ودفع للتعويضات. نعم. آه ننتقل لموضوع اخر وهو يعني الضحايا من الذين آه يتعرضون فقط للاصابه. آه يتلقون العلاج على حسابهم الشخصي ام ان هناك جهه معينه تقوم بتامين العلاج لهم واذا لم يوجد فعلى من يجب علاج هؤلاء سيدي الكريم اذا كنا نعاني من الاهمال في معالجه جرح الحرب الذين كانوا في الجبهات فما بالك بالمواطن الذي تصطاده رصاصه طائشه او رصاصه متهور طبعا هم يعالجون ابنائهم وضحاياهم من اموالهم الخاصه هذا اذا وجد لهم اموال وهناك من تعفنت جراحهم وهناك من اهملت جراحهم لا لا توجد اي جهه تتبنى ذلك بما في ذلك المتسببين عاده الرصاص الراجع لا يكون هناك معروف من, من الذي تسبب به لكن اذا ما كان الفاعل معروف هل يتكفلون عاده بعلاج من تسببوا باصاباتهم واين سنجدهم سيدي؟ هم عندما يرتكبون فعلتهم البشعه يهربون او يلتجئون الى احد المشايخ او الى احد النافذين وهذه مشكله مستمره نتمنى ان تزاح من محافظه تعز والمواطنة التعزي لن يقبل مثل هذه الافعال في المحافظه وكلنا متضررين. بالامس القريب كنا نتحدث كانت قناة بلقيس تتحدث مع هذا الطفل الذي نعم. عاد من الحدود وفجأة يتم تصفيته أو قتله وب... لا بتو... نريد الخوض في الأسباب قبل أن يقول القضاء كلمته وأنت سيد العارفين سيد علي باعتبارك محامي وقانوني وناشط حقوقي هل من رسالة تود أن تضعها في هذا الحيز حول موضوع السلاح المنفلت هي دعوة من الناشطين والحقوقين ومن أبناء محافظة تعز ومواطنين محافظة تعز بأن يتم ضبط هؤلاء المسلحين المنتشرين في أرجاء المدينة وأن يتم محاكمتهم وأن تصدر في حقهم أحكام مشددة وأن تقوم اللجنة الأمنية بواجبها على أكمل وجه هي الآن تقوم بملاحقة العناصر الخارجة عن القانون عن القانون وعليها أن تضبط مثل هؤلاء المسلحين أصبحوا يشكلون قلقا مستمرا في ارجاء المدينه نعم. بدات الحياه تعود بشكل تدريجي لمحافظه تعز وبدات الاسواق تفتح والمحلات التجاريه تفتح فما تبقى هو ان يتم ضبط هؤلاء المسلحين اصبحوا اصبحوا الضحايا اكثر مما هم في الجبهات واكثر مما تتساقط عليهم القذائف الميليشيا الحوثيه نعم. هذا ما ننتظره من السلطات بان يتم البث في مثل هذه القضايا وملاحقه المجرمين وتسليمهم الى العداله. ونحن نضم صوتنا الى صوتك المحامي والناشط الحقوقي علي الصراري من مدينه تعز شكرا جزيلا لكل هذه التوضيحات. مشاهدينا الكرام الى هنا انتهى وقت هذه الحلقه. نذكركم بأن وسائل اتصالنا كالعادة مفتوحة من خلال الايميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب. أسرة الطفل المغدور أحمد محمد النقيب، تم الرصد في أمان الله.